وهذه هي الآن صور للأسلحة التي تم حجزها خلال العملية، حيث تم إذن استرجاع ستة بنادق رشاشة من نوع FMBK و21 بندقية رشاشة آلية من نوع كلاشينكوف وبندقيتين ذات منظار، وكذلك كما هو باد على الصور هي أسلحة معتبرة، منها أيضا مدفعين هاون عيار 60 مليمتر كانت مجهزة بقذائف، وأيضا ست صواريخ من نوع C-65 مليمتر، وهي الأخرى مجهزة بمحطة إطلاق، وأيضا سلاحين من نوع RPG وثماني قذائف روكت وعشر بنادق أو قنابل يدوية كانت موضوعة في أحزمة ناسفة كما تشاهدون. كما تم أيضا ضمن هذه ما استرجعه الجيش الوطني الشعبي ألبسة عسكرية أجنبية وشحنة من الذخيرة والمتفجرات. إذن هذا هو الكم الهائل من الأسلحة التي استرجعها الجيش الوطني الشعبي إثر عملية تحرير الرهائن، والصورة تبين بأنها أسلحة معتبرة وهي العملية التي جنبت الجزائر بهذا الكم الهائل من الأسلحة، جنبتها كارثة حقيقية.